أولا أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، والواجب عليك أن تجتهد في إصلاح قلبك، وصلاح قلبك من هذا الداء له أسباب عديدة، أولها وأعظمها الدعاء. فالمسلم المنبغي عليه أن يكثر من دعاء الله وسؤاله أن يصلح قلبه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ربه من قلب لا يخشع، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من دعاء لا يسمع، من علم لا ينفع. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يدعو ربه بصلاح قلبه، وأن يسأل الله قلبا سليما. أما الأمر الثاني من الأسباب التي تعين على صلاح قلبك، أن تكثر من تلاوة القرآن، فإن الله جعل في القرآن دواء وشفاء للقلوب، وهو موعظة رب العالمين، وبه تصلح قلوب الناس، تصلح سرائرهم وسيرهم. فما أصلح الله أحوال عباده بشيء أعظم من كلامه سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فشفاء ما في الصدور وشفاء ما في قلبك من الغل والحسد وسوء الظن بالمسلمين أن تكثر من تلاوة القرآن وتكثر من سماع القرآن. ولكن إذا تلوت كتاب الله فاحرص على أن تقف متدبرا متخشعا متأثرا بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن تحس من أعماق قلبك أن الله يأمرك وينهاك، وأن الله يزجرك، وأن الله يخوفك، وأن الله يتوعدك ويعد. فإذا كان قلبك حاضرا مستجيبا فإنه سرعان ما يتأثر. بعض الناس إذا قيل له أكثر من سماع القرآن يقول: ما في أكثر مني من يسمع القرآن، يبالغ، يقول: حتى إني في السيارة أسمعه وفي بيتي أسمعه. طيب أتلو القرآن، يقول: ما في أكثر مني تلاوة للقرآن. إذن الخلل ليس في كونك تتلو أو تسمع، الخلل في طريقة السماع والتلاوة. كم من عبد تلا آية أخشعت لله قلبه، وكم من عبد خشع عند آية أصلحت لله عمله. هذا كتاب عظيم، هذا كلام رب العالمين، كلام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا الله عز وجل يشهد بذلك وهو أصدق القائلين. فدواء القلوب هو القرآن. وإذا أردت أن ترى مريضا فاعلم أن مرضه بقدر بعده عن القرآن، ولن تجد خللا ولا خطأ ولا عيبا ولا تقصيرا ولا سوء حال في قلب الإنسان أو قالبه إلا وجدته على قدر بعده من كتاب الله عز وجل. فاعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. وإذا عرضت نفسك على كتاب الله وجدت أن الله يأمرك وينهاك، وستقف أمام آيات وعظات بالغات من فاطر الأرض والسماوات. ستقف أمام قوله سبحانه: إن الله عليم بذات الصدور، فتحس أن الله عليم بما في قلبك، وأن الله مطلع على سريرتك وضميرك. فوجدت في سريرتك وضميرك سوء الظن بالناس، وإذا بالله جل جلاله يبين لك أن هذا لا يرضيه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا عرضت هذه المضغة وهذا القلب الظالم الآثم على كلام الله جل جلاله، وجدته قد تجاوز الحدود وانتهك المحارم بسوء الظن بالمسلمين والمسلمات، فتقول له: اتق الله، وتقول له: إنك موقوف ومسؤول أمام الله عز وجل، وتعني بذلك نفسك. فإذا وقفت أمام كتاب الله جل جلاله، وعده ووعيده وتخويفه وتهديده، علمت أنه ينبغي عليك علاج هذه المشكلة. ومن فوائد القرآن، وفوائده عظيمة، أنه يربي في المسلم الشعور بالمسؤولية، مسؤولية الدنيا ومسؤولية الآخرة، ثم يحيي في النفس الضمير الذي يحركها لكل خير ويزجرها عن كل شر. الأمر الثالث: أخي في الله، تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حينما جعلك مع أخيك المسلم كالجسد الواحد، وأنه لا يكون إسلام
صادق إلا إذا أحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه. فعندها إذا وقفت أمام هذه السنة النبوية من الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام علمت أن عليك واجبا كبيرا تجاه إخوانك المسلمين. هل ترضى أن يسيء أحد بك الظن؟ هل ترأى أن ينظر إليك أحد بعين نقيصة في دينك أو دنياك؟ هل ترضى أن تحمل على أسوأ المحامل؟ تتكلم بالكلام البريء لا تقصد به إلا خيرا وقد تقصد به الطاعة والبر، فيأتي من يحور هذا الكلام ويسيء الظن بك أنك مرائي. ثم إذا شعرت بهذا الشعور أنك تتكلم صادقا من قلبك مطيعا لله ربك وساءت بك هذه الظنون، كيف يكون حالك؟ فكيف يكون حال المسلمين؟ الأمر الرابع، ما الذي تظنه بإخوانك؟ كل درجة من الظنون لها حكمها ولها منزلتها ولها حقها إن ظن خيرا أو ظن شرا. فمن حمل الناس على المحامل الطيبة وأحسن الظن بهم سلمت نيته وانشرح صدره وعوفي قلبه وحفظه الله من السوء والمكاره. ولو دخل عليك أسوأ الناس وأجرم الناس وأفسق الناس وتعاملت مع أرذل الناس وأشدهم سوءا ونكاية وأعظمهم سوء ظن بالناس وساء بك الظنون في جميع أمورك من الخير، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا بفضله ثم بحسن نيتك. البعض يظن أن حسن الظن بالناس سذاجة. هناك فرق بين إنسان يحمل الناس على المحامل الحسنة استجابة لأمر الله عز وجل وبين وأشدهم سوءا ونكاية وأعظمهم سوء ظن بالناس وساء بك الظنون في جميع أمورك من الخير، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا بفضله ثم بحسن نيتك. البعض يظن أن حسن الظن بالناس سذاجة. هناك فرق بين إنسان يحمل الناس على المحامل الحسنة استجابة لأمر الله عز وجل وبين إنسان يأخذ الاحتياط. تحتاط في أمورك، تحتاط في شؤونك، لكن لا تحقق ولا تلصق التهم بالناس ولا تحملهم على أسوأ المحامل جرما وأذية واعتداء على حدود الله عز وجل ومحارم. ومن سب الناس سبوه، ومن عاب الناس عابوه، ومن انتقص الناس انتقصوه، ومن آذى الناس آذوه، ولربما والعياذ بالله تمادوا به حتى لعنوه والعياذ بالله. فإياك ثم إياك وسوء الظن بالمسلمين. مسألة تذهب وتنهزم، لا، هذا الانهزام ليس بصحيح وليس بعلاج للمشكلة، لأن المسلم عليه أن يقف مع نفسه وقفة صادقة. فخذ بهذه الأسباب من الدعاء ومن الأمور التي ذكرناها من اتباع السنة والتأمل والتفكر والتدبر في القرآن. الأمر الآخر، كثير من أمراض القلوب سببها كثير منها سببها أذية أولياء الله. وقد يكون الشاب صالحا مستقيما على الطاعة ولكنه ينتقص عالما من علماء السلف أو أئمة الدين ممن قبضوا وانتقلوا إلى ربهم ولربما يتخوضون في رحمات الله في أعالي الجنات، وهذا يتهتك بهم أو يسيء الظن بهم. ولربما يتكلم في عالم أو عبد صالح أو ولي من أولياء الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. هذه الحرب تكون في أمراض القلوب وتكون بالمصائب والكوارث، بسلب الخشوع، بسلب الطاعة، بالانتكاسة والعياذ بالله، بسبب أذية خلق الله. فما بين العبد وبين ربه، لو استغفر ربه وشاء الله غفر له، ولكن حقوق العباد أمرها عظيم. يا هذا اتق الله في إخوانك المسلمين، وخاصة يعني تأخذ الظنون، يقول العلماء درجات، فإن كانت في السوء فهي دركات. أعظم الظن بلاء على الإنسان أن يسيء الظن في عقيدة إنسان، هذا دينه وأساس الدين، ثم في أخلاقه مثل أن يتهمه بالزنا والفواحش، ثم بعد ذلك بقية الأمور.
ففي عقيدته لما تأتي تسيء الظن بإنسان، تسمع كلامه وترى قوله، تراه وتعلم مدخله ومخرجه وقوله، ثم يأتي ويسيء الظن به، أنه منحرف في عقيدته، زائغ. مثل بعضهم بمجرد أن يرى رجل عليه عمامة يقول مبتدع، بمجرد أن يرى رجل معاه سبحة هذا صوفي خرافي. نعم، افعل ما شئت وظن ما شئت، والله لتقفن بين يدي الله عز وجل، ولتغص بالجرعات القاتلة المهلكة لك في دينك ودنياك. اتق الله في حرمات المسلمين، واعلم أن دين الناس وعقائد الناس ليست نهبا لكل أحد، وليست سوقا لكل أحد يبدع من شاء ويكفر من شاء ويضلل من شاء ويفسق من شاء. ينبغي لمن يلتزم، يلتزم بالإسلام صدقا، يلتزم بالدين حقا، أن يعرف أن الله يراقبه. وأسعد الناس في هذه الدنيا من أحيا في قلبه المراقبة، واستشعر أن الله يراقبه. ولا يزال العبد سعيدا ما سلمت لله سريرته وصلحت لله علانيته. ولن تصلح سريرة الشكاكين ولا المسيئين الظن بالناس ولا المحتقرين لهم ولا المزدرين، لن تصلح أمورهم لا في دينهم ولا في دنياهم ولا في آخرتهم. عليك أن تعلم أن ولي الله المؤمن له حرمة عند الله عظيمة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. المؤمن عند الله له مكانة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فأذية المؤمنين ليست بالسهلة، ولذا خاصة في هذا الزمان، وخاصة عندما يرى الناس، يرى المسلم العاقل الناس كالسيل والهمج الرعاع، بمجرد أن ينظروا إلى شخص أساء الظن به فانطلقت هذه الشائعة في كل مكان، يلوكها الإنسان بلسانه ولا يعلم أنه يغضب الله ربه وهو يتلفظ بها. هذا الزمان زمان غربة وزمان فتنة، وعليك أن تتقي الله عز وجل. لذلك كل شيء مسهل، يستطيع الإنسان أن يتكلم في الأنترنت، وأن يتكلم بالرسائل، وأن يشيع ما شاء، وأن يؤلف وأن ينشر وأن يفعل، ولكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ولن يلفظ الإنسان كلمة حرفا فضلا عن كلمة فضلا عن جملة في حق إخوانه المسلمين إلا وقف حاريا حافيا عاريا بين يدي الله يسأل عنها. التزكية والمدح، لو أنك تزكي إنسان وتمدحه ستقف بين يدي الله وتسأل. فما بالك إذا كان اتهام، ما بالك إذا كانت سوء ظن، حتى ولو كان في التصرفات. يعني بعض الأحيان يرى الشخص امرأة تأتي تركب في سيارة، وقف شخص لها فركبت معه، على طول أعوذ بالله هذه زانية، هذه فاجرة، هذه كذا. لا، احذر وانتبه، شيء يعنيك يعنيك، شيء لا يعنيك حاول أن تحسن الظن وأن تجد له مخرجا. واعلم أن أعراض المسلمين عظيمة، وأن الذين يرمون، وبين الله عز وجل أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عذاب ما هو سهل، عظيم، وعظيم من الله، ما هي سهلة، لأنه لا يعلم مقدار التهم السيئة والحمل على أسوأ المحامل، لا يعلم نارها وعذابها إلا من اكتوى بها. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق الطاهرة العفيفة رضي الله عنها وأرضها، ما استطاعت أن تكمل كلامها لما اتهمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالديها، ما استطاعت أن تكمل من شدة ما أصاب من هول الصدمة، وهي طاهرة عفيفة. فكيف بمن يتمتع ويرتع في أعراض المسلمين بسوء الظن؟ لا تسيء الظن بالمسلمين، واحملهم على أحسن محامل. ليس معنى هذا أن نترك أهل الشر وأهل الفساد وأن نحملهم على أحسن محامل، لا، نحن نتكلم عن مشكلة وخطأ وخلل في مسألة التهمة. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله لا يأذن له أن يرتع في حدوده ومحارمه، وعليه أن يعلم أن من الناس من يجد أعز ما يملك بعد دينه هو عرضه،
وأنه إذا تكلم فيه فقد قتله، وأن الدعاة والأخيار والصالحين وأولياء الله إن رتع في أعراضهم فإنه سيلقى الله عز وجل بأمر عظيم. كل من تنصب ووفق وسدد من الله وهيأ الله له باب دعوة، ففتح الله عليه إماما في مسجد أو خطيبا في مسجد أو مدرسا أو جامعا للتحافيظ أو جامعا لطلبة يعلمهم ويجمعهم ويجمع أبناء المسلمين على الخير، مثل هؤلاء ينبغي حملهم على أحسن المحامل ومعونتهم على الخير وإحسان الظنون بهم والشد من أزرهم. هذا هو الذي كان عليه المسلمون وكان عليه الصالحون ولن يزال عليه الأخيار والمتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. تعينهم على الخير وتحملهم على الطاعة والبر. وأدركنا من العلماء والصلحاء من ينتفض كانتفاض المصعوق إذا قيل له فلان على شيء بسيط ما يستعبد ظن، فيقول للقائل اتق الله، هل ترضى أحدا يقول فيك هذا؟ هل ترضى أحدا يحملك على هذا المحمل؟ هل شققت عن قلبه؟ عليك أن تحسن الظن بإخوانك المسلمين. ولكن لا يعني هذا كما ذكرنا أن نترك الحذر، ولا يعني هذا أن لا يكون المسلم فطنا، أن يكون آخذا من الحيطة ما يحفظ به دينه، ولكن الكلام والقضية والمشكلة كلها تقف عند التوغل في إساءة الظن بالمسلمين. أسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمان طهر قلبك وقلوبنا من كل غل وحسد وضغينة وسوء ظن بالمسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم اجعل فيها ما يرضيك عنا، اللهم اجعل فيها ما يرضيك عنا، واجعلنا في حل من مظالم خلقك، وسلمنا وسلم منا، أنت ربنا وولينا، والله تعالى.